درست إدارة أعمال واقتصاد لأنه دايماً في فرق بين الحياة المهنية وبين السوق إيش بده وبين الشخص إيش بده. في فجوة وفي صراع بيكون عادة بين الشغف أو إيش الشخص بده وإيش متطلبات السوق. فكانت دراستي بناءً على بقدر أتخرج وين أشتغل أسرع. التراث الفلسطيني بيعمل لي حالة إني أضلني أطلع عليه وألمسه، وكل ما عدت وقت وأنا أطلع وأطلع على الألوان وعلى الزخارف وعلى التفاصيل وعلى الوحدات التطريزية بيصير في عندي مد أكتر إنه أنا بدي أطلع أكتر وأبحث أكتر وأشوف أكتر. كان إشي كتير شعور كتير رائع وشعور كتير عميق لإلي. وأحلى إشي كان بالفاشن شو لما كان معي كمان ديزاينرز تانيين من محلات تانية، لما الديزاينرز التانيين بالباك ستيج اتطلعوا على الرنوي تبعي قبل ما يصير العرض، فنظرتهم كيف هم عم بيعملوا بيشتغلوا بالعارضات اللي إلهم، كيف تركوا العارضات واتطلعوا على الكوليكشن تبعي. هاي النظرة أنا ما عمري بنساها لأنه أنا كنت أصغر واحدة من الديزاينرز وهم كانوا كتير كبار وإلهم وقت طويل في هذا العمل، فهذا الإشي ما بقدر أنساه. والإشي الثاني بالفاشن شو قديش كان في صحافة موجودة تغطي الحدث بأنه الأزياء الفلسطينية حاضرة في باريس، في اللمسة بين الحداثة والأصالة، فهذا كان إشي كتير حلو. المزبوط مرحلة الابتكار أو الكرييشن هي أكتر مرحلة أنا بغوص فيها وباخد وقت فيها كتير طويل، لأنه إحنا عم نحكي عن تصميم ثقافي. في التصميم الثقافي دائماً لازم يكون في قصة، وهذا الإشي اللي أنا عم بعيد روايته أم عم بوثقه من بداية وجديد، إنه إحنا صح في عنا وحدات زخرفية وعنا عمل يدوي ومتقن بطريقة كتير حلوة، إلا إنه بجانب كل وحدة في قصة لهاي الوحدات الزخرفية وفي رموز ودلالات بتدل عن الهوية الاجتماعية ل الشعب الفلسطيني. فأنا مثلاً بمجموعة عصفور الشمس الفلسطيني كان في إلها دلالات عن طبيعة فلسطين، وكان في إلها دلالات عن تطلع الإنسان الفلسطيني للحرية بتجسيد عصفور فارد جناحه. تغير ظروف الحياتية للشخص الفلسطيني وفي أولويات لهذا الشخص لأنه يحصل عليها، صار في إهمال لقطاع النسيج وقطاع الموضة في فلسطين. اللي أنا عم بعمله إن أنا عم بعيد إحياء هذا القطاع من خلال إعادة رواية الشعب بالطريقة كيف أنا بشوف هلأ لازم نعيد روايتنا كشعب. ففي قطاع الموضة كتير صعب وفي تحديات كتيرة، منها عدم توفر الاندستري، عدم توفر المصنعية تبعت القماش، عدم توفر الكليات والجامعات اللي بتدرس هذا التخصص، فهو نسبياً شيء صعب. هذا إشي كتير مهم. المجتمع المحلي هو المجتمع اللي انت بتقدر تستثمر فيه وبتقدر تعطيه ويعطيك. كتير مهم انت محل ما انت بتكون انه تعمل الفائدة تبعتك بهذا المجتمع. يعني انا اكتر من 100 سيدة معي و80 سيدة معي، هم كلهم من المجتمع المحلي، ف
في له أبعاد اجتماعية واقتصادية كتير قوية على واقع هدول السيدات في منازلهم وعلى واقع العمل عندي. أنا دائماً بآمن أنه المرأة هي شريك للمرأة بمقابلها. بهاي الشراكة وبهاي التعاضد وبهادي تبادل الثقافات أو تبادل التجارب إحنا فينا نوصل لمنطقة كتير بعيدة ونتألق بعالم الموضة أو بعالم الأعمال. I describe the Mediterranean بباب كبير من القصص والتجارب اللي بيسأل الواحد إنه يتعرض ويتطلع هاي التجارب والقصص.